مساء الخير والورد والابتسامه يمكن لما يكون موجود معي زميل احمد ما لازم اكون قبل الهوا قاعد اضحك وبعد الهوا هم قاعد اضحك لانه بسم الله عليه يرسم الابتسامة على وجوه كل الموجودين موجودين معنا مسيناكم ابتسامة ونقول مساء الخير يا أحمد مساء الخير يا مشاعل وأنت دائما اللي تعطينا الدافع اللي إحنا نبتسم ونسولف ونضحك ونتغشمر ودائما في برنامج راكم شباب نعطيكم مختلف الفقرات ومختلف الأمور ولكن بطابع شبابي بدون أي تجسد مثلا لواقع إن إحنا قاعد نقدم في برنامج تلفزيوني قاعد نتكلم ريالتي وقاعد نتكلم بشخصيتنا الحقيقية في مختلف المواضيع الشبابية وأنا زميلتي مشاعل شلونك تمام أنا وعدتك يعني هي ما شربت أي... ما راح اكمل الحلقه لا شربة. اقول لهم شنو قلت لي شنو لما قلت حق احمد احمد انا ما شربت يعني بلش الحق ما شربت يقول كل هذا وما شربتيه كان يطول هي قلنا فعلا انا ما <applause> <على مش تصفيق> شربت <applause> هو لان هذا شنو شو طالب انت آه كابتشينو اي كابتشينو فالفقاعات هاي والكريم هاي نزلت فصارت سنة. يلا شربي قدام الساده المشاهدين عشان لك بالعافيه يلا اوكي يلا قولي بسم الله الرحمن الرحيم المدرسة صح شنو عندنا اليوم يا احمد عندنا فقرات كثير راح اتكلم فيها برنامج رايكم شباب لان مشاءالله الحين ما تعرف تسولف الا لما انا كنا سولف بعدين تشرب شربتي يلا قول الحين فقرات اتكلم اوكي راح مو... <applause> <applause> اليوم اليوم منوعه على جانب رياضي يمكن تعودنا في كل ثلاثه يكون معنا زميل انور القوة ولكن في هذه الفتره زميلنا مسافر فلذلك احنا راح نتكلم في جانب رياضي ومحاور رياضيه ولكن مختلفه بدون الجانب التحليلي في مختلف المباريات ولكن مستمرين في رياضات مختلفه. الاسبوع اللي طاف تكلمنا عن رياضه التكواندو كان معنا بنات شابات لهم مجال كبير في انجازات كثيره في رياضه التكواندو ولكن اليوم راح نسلط عليها الضوء بشكل اكبر مع حكم ونتكلم عن القوانين الكثير الكثيره موجوده في هذه الرياضه تدري يا احمد ان قبل يومين كنا مستضيفين ملاكمات بنات؟ ملاكمات اي أيوة والله انتم كنت سعيده جدا ان يكون في عندنا بالكويت في ملاكمات وقالوا ان, إن شاء الله يسعون ان هم يسوون كان في بطوله ترى قبل كم يوم انا شفت دازين سناب شات ناس مصوره ما ادري شنو انا بنات ملاكمه اي أي هم ظاهر هم يمكن أهما صح؟ اي آه لا بعد رايحين برا ولاعبين برا وشي ماخذين ميداليات وكانت في واحده بطله عالم ما شاء الله وحدة بطله افريقيا وكذي اذا ما تعتقدون شيء صار غير يعني قبل ما كان في بنات يشون في مثل آه رياضه الفنون القتاليه بشكل مختلف لانه يحتاجون الحين ليش يحتاج يعني الحين هي خ... رياضه ولا اصلا الدنيا صارت تخوف احمد يعني والله العظيم واحد يطلع من بيته ما يدري يريد سالم ولا لا فانا ايد ان البنات يعني يتدربون لا طيب انت لا انا كنت في انت, انت ضد الفكرة؟ لا ما ات بس رد سالم بس حسيت انها لقطتها مرات تسوى عموما يعني هو صح انت قاعد تقول المجتمع انه صح الوضع يمكن صار نوعا ما خطر قاعد نشوف الامور الجرائم كثيره صارت الاخبار قامت تزداد غير يعني قبل كنا نخاف من سالفه حوادث الحين حوادث مو حوادث سيارات صح حوادث شخصيه وتطعن ومشاكل في مجمعات وسيارات مختلفه فلذلك انت لما تروح حتى مجمع الله يحفظك لازم الام دائما تدعي الكلمه باي مكان ولكن مجمع يعني دائما مكان مسكر وامن ولكن انت ما تضمن نفسك حتى في الاماكن المغلقه ولكن هل الرياضه هذه سبب من اسباب توجه البنات لها تتوقعين؟ اتوقع اي يعني احد الاسباب يعني في بنات عندهم شي ميول يعني حتى نشوف برا في موجوده من زمان بس عندنا احنا مثلا شنو ميول شنو؟ انت قلتي عندهم لحظة ميول لحظه الحين اللي يلعب هالرياضه يعني عنده ميول عنف في ناس يطلعون يعني طاقه العنف يعني في يلعبونها الشباب هم عندهم ميول العنف صح؟ لا. لا انا اكون صريح يعني مثلا في ناس عندهم هواية. ميول اي لك لما واحد مثلا انا عندي ربعي مثلا وايد أي. بالكيك بوكسنج على راسهم زميل لامي عبد الله طليحي بس هو ما بالعكس هو جدا هادي ولكن عندنا ربع بدال يطلعون هذه الطاقه اللي فيهم ممكن هي ما تكون انت ما تشوفينها عنيفه بس بالاشياء بالاسلوب هذا تكون هذه اساليب عنف ترى حتى اسلوبك ممكن يكون في استخدام للعنف، فلما تتجه مثل هذه منها متنفس اي ومنها تصير في ابداعات تطلع من عندك، هذا سبب من اسباب توجه الشباب انا اشوفه يعني صحيح، أه يمكن احمد راح نتكلم اكثر عن رياضات وموضوع حلقتنا لليوم اللي هو ما هي مشكله الرياضات الفرديه من وجهه نظرك يعني شنو نعاني منها يعني كرياضه فرديه في الكويت عندنا يمكن كثير من مشاكل وايد من اللاعبين يطلعون يتكلمون عن هذا الموضوع لكن عندي خبر مهم جدا 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 وخبر سعيد ايضا جدا 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 تكرم القمة الخليجية التي ستنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله وسيعقد قادة دول مجلس اجتماعا مفتوحا في الساعة السادسة مساء كما يلقي سمو الأمير كلمة في هذه الجلسة بعد الكلمة الافتتاحية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وغادر سمو الأمير اليوم البلاد إلى الدوحة على رأس وفد الكويت للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة وثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية طبعا بابا صباح ربي حفظك إن شاء الله وين ما تروح وين ما ترد أكيد تستحق هذا التكريم شكرا لكل دول مجلس التعاون اللي سعوا إنه يقيمون مثل هذا التكريم إلى سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح وهذا مو شيء غريب عليهم خل نروح مع بعض نشوف هالكليب ونرجع مرة ثانية الانسانيه فخر للمجتمع الكويتي والخليجي والعربي والعالمي بالاعمال اللي يقدمها تطوعيه والخيريه لكل المجتمعات في مختلف بلدان العالم وبقاع العالم فهذا فخر لنا ان صباح أحمد الجابر صباح بهذه الأعمال المختلفة قاعد يعني يقدمها لكل العالم بتجسيدة لكلمة الإنسانية ودولة الإنسانية بعطائها بتقديمها يد العون لكل الناس أين كانوا مسلمين أو غير مسلمين هذا فخر لدولة الكويت والله يحفظه إن شاء الله لنا ويجعله ذخر لهذه الدولة ولهذا المجتمع اللي دائما نحرص أن نقدم فيه كل الأشياء اللي ترفع من اسم الكويت يمكن كنت اقول من زمان حتى من ايام برنامج سعودي ابطال ان انا كان حلمي ان انا التقي بباب الصباح بس دائما يعني ما في احد يحقق لي هذا الحلم ان شاء الله بس اتخرج من الجامعه وانا متفوق ان شاء الله راح اشوفه واصافحه واقول له ان انا صار لي كم سنه اقول ان انا حلم ان انا التقي فيك وما حد حقق لي هذا الحلم وانا تفوقت عشان أشوفه بحال الله وتكونين من المتفوقات المتميزات يا مشاعل وانت فخر للكويت للعلم بانجازك هذا يعتبر انجاز لدوله الكويت انك قاعد تقدمين وتتعبين في دراستك ونفس الوقت انت عندك جانب اعلامي قاعد تقدمين فيه رساله غير شكرا. الجانب الجامعي اللي قاعد تقدمين فيه رساله اكاديميه لمستقبلك الله يوفقك ان شاء الله ويحقق لك كل امكياتك الله يسلمك يا احمد مشكور على هالكلام الطيب الحين معنا اتصال من مدرب ومتخصص بالنجاح الرياضي دكتور محمد البناي حياك الله دكتور يا هلا وسهلا فيكم مساكم الله بالخير, مساكم الله بالخير. يا مساكم الله بالنور. يا هلا مرحبا دكتور احنا شرف لنا في تواصلك وتواجدك اليوم في هذا الاتصال ولكن احنا قلنا في بدايه الحلقه عن موضوع حلقتنا اليوم وشنو هو ينقص الرياضه الفرديه شنو هو السبب برايك مساكم الله بالخير مساكم, مساكم الله الرحمن آه. الاسباب لعلو خلينا نقول الرياضات الفرديه اول شيء الاهتمام فيها من خلال اللي يمارسونها انت كممارس لفنك هذا خلينا نقول انا علشان فنون قتاليه ها انا مدرب كيوكشن وممارس الفنون القتاليه من 30 سنه ممتاز الله يحفظك امين ان شاء الله فيعني بس ترى صغير انا ها توني 18 سنه يقول <applause> صغير صغير 18 سنه العمر كله ان شاء الله والله يحفظك ان شاء الله ما ابي اركز على العمر و هذا عشان ما تصير سالفه مساله عمريه وانه يحطون عليك العين الله يحفظك ان شاء الله من كل شر ولكن ارد احدد هذه النقطه انا احس دكتور انه من داخلك في كتوم لهذه النقطه او في حزن على مساله مشكله الرياضه الفرديه. ايه انا اذكر بس في هذه المناسبه ان اخونا الحبيب والبطل الدولي اخونا طارق القلاص جو كبيره إيه نعم لكن هو طلع فيها مم. وارغم الناس على انهم ينتبهون له صحيح فهذا هذه الخطوه الاولى وهو قدوتنا في هذا، هذه الخطوه الاولى انك انت كلاعب تبذل جهدك فيها، هذا واحد. صح. صح. الامر الاخر لازم انا براين متواضع ما راح ترتقي هذه الرياضه الا في ان المسؤولين هم نفسهم قد مارسوا هذه الرياضه الفرديه. صحيح. لان فقد الشيء لا يعطيه هذا برايي المتواضع. صحيح. صحيح. أنت،, انت هذا المسؤول اغلب المسؤولين الرياضيين وانتم عارفين هذا اغلب المسؤولين الرياضيين في دولتنا خلينا نقول والقائمين على الاتحادات او على النوادي او المؤسسات الرياضيه خلينا بشكل عام صح اغلبهم مو مارسين هذا الفن صح كفنهم صح. يعني الا قليله يعني احنا نذكر التح... الاتحاد ال... الاتحاد اتحاد اليد مثلا وهو احد الاتحادات المتقدمه الحقيقه نسبيا يعني يعني سنوات ترى ياخذ بطولات اسيا سواء صغار ناتئين او كبار فريق اول او كذا سنوات طوال ياخذ جسمه ويوصل الى بطولات عالم هذه لعبه جماعيه لكن في النهايه ادارتها الاتحاد الاتحاد نفسه اغلبهم مارسين اليد كرة اليد صح دكتور انا ودي اعلق او اعقب على نقطة معينة، أنت مثل ما ذكرت كرة اليد <applause> عفوا أن هذه اللعبة جماعية. كرة اليد مشهورة في الجانب الجمهور، يعني احنا كشباب لما نتكلم عارفين إنجازات لاعبين كرة اليد، ولكن كتسليط مجتمع أو جانب رياضي أو إعلامي ماكو ما حضور لهذا الجانب، ولكن لما نتكلم عن الرياضة الفردية لا وجود لجمهور ولا وجود لمجتمع مسلط لضوءه من ناحية الإنجازات والأشياء الكثيرة. <applause> نعم نعم مع الاسف الشديد انا اثرت هذا بنفسي كفنون قتاليه مثلا تصير لكن نادرا ان هذا تصير يعني مثلا لو لو تسوي بطوله دوليه مثلا في الكويت تلاقيها والله انه نوعا ما حتى لو فرديه نوعا ما ان في جمهور اكثر من البطولات الداخليه لكن صحيح. انت لما تشوف مثلا خلينا نقول اتحاد الكاراتيه مثلا الكاراتيه الشيتوكان المعروف عندنا تحت الكاراتيه في الساميه قليل جدا الجمهور بعض اولياء الامور اليوم. وربع آه وشخصيا انا اقول اظن بان مه. جمهور الكيوكشن كاراتيه اكثر من الشوتوكان طبعا الفنون القتاليه كثيره لكن اقول لك بشكل عام يعني مه. طيب لو نروح ايضا خل هل... خل هل... اقول لك تفضل تفضل على عجاله مع... بس عشان الوقت عندنا ايه. تفضل دكتور خل نروح الامارات مثلا اه. الامارات الجيجيتسو اه. في ابو ظبي اه. ارغمت ها ار... ارغم الناس على قبولها كماده في وزاره التربيه يدرسونها يدرسونها الحين حق شو اسمه من من سبع ثمان سنين يدرسونها الجيوجيتسو. <applause> رغما عن ذلك ما زالت تعاني من مشكله نقص الجمهور، مع انهم يسوون بطولات دوليه من تقريبا 2000 2001 2002. صح شوف وين الى الان. صحيح. دكتور احنا امانه دائما نسعى في الجانب الاعلامي نسلط الضوء على هذه المشاكل لحلولها ونجد الحلول الكافيه كل الشكر لك دكتور محمد البناي مدرب ومتخصص بالنجاح الرياضي ودائما نسعى لتسليط الضوء على هذول الشباب اللي قاعدين ينجزون العلم في لاعب الإسكواش انت اخبر شنو اسمه؟ أه اللاعب عبد الله مزين. مزين بطل عالمي، اللاعب ابراهيم الحسن في أه تنس الطاوله صح. ايضا يعني عندنا اسامي كبيره ما ما في تسليط الضوء يعني يمكن ما في يمكن بس على فتره الانجاز فقط لا غير بقول لك شغله ايام ما كنت انا العب أه تدري سوي ما في صح ما, ما في جمهور ايه. كنت, أي. 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 كنت أخ... أنا خالاتي ورفيجاتي واهلي كلهم آه وتجيبون وشاي ممنوع, آه. ممنوع. ما يصير انت صاد آه. سكواش آه. عرفت؟ آه. راح نتكلم اكثر عن هذا الموضوع بالفقره الاخيره يا احمد ندردش اكثر عن هذا الموضوع نطرون من بعد بريك ردينا بعد الفاصل نتواصل معكم بفقراتنا المختلفة وتحديدا اليوم دائما في حلقة الثالثة شوي نسلط الضوء الجانب الرياضي في مختلف اللعبات والرياضات المختلفة فاليوم احنا موجودين لنتكلم مع كابتن ونتكلم تحديدا في رياضة التكواندو الاسبوع اللي طاف تكلمنا مع شابات لهم انجاز كبير وانا شوية تحيزت ان انا اصف بجانبهم انهم شوية مقصرين بحقهم الشباب اكثر ولكن اليوم نتكلم بشكل تفصيلي مع الكابتن وهو حكم رياضة التايكوندو عبد العزيز الهبات فؤاد حياك الله يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير مساكم, مساكم الله احب اشكركم استضافتكم لي اليوم الله يخليك شرفنا والغاء النظر على رياضه التايكوندو طبعا هي رياضه مميزه يعني مما لا شك فيه، نبي نعرف اكثر عن هذه الرياضه يمكن احمد إن كلمه مما لا شك فيه دائما اقولها <applause> لما انت تكون معي بس يا احمد صفحة. هل هي تختلف عن الرياضات القتاليه الاخرى ولا لا؟ لا هي ما تختلف طبعا كل رياضات التايكوندو والكاراتيه والكيك بوكسنج والرياضات كلها هي هدفها واحد ثقة بالنفس واكثر يعني اذا بنرجع لها هي شلون نعلم اللاعب او المنتسب حق اللعبه هذه أن يدافع عن شغلات اللي يحبها ويدافع عن نفسه يعني. حلو. يعني مو انه يكتسب سلوك عدواني ويطق الناس، فتلاحظون انه اكثر يلعب اللعبات هذه القتاليه بشكل عام انه ما في مشاكل او بالعكس هو انسان مسالم لكن لا يعني حلو. لا حيقرب صوبه يعني. خلوه بحاله. بحالة اي خلوه بحاله. دائما يعني ما نسمع اللاعبين او الفنون القتاليه او الناس الهاويه لهذه الفنون دائما يكون هادين تعودوا من الطريقه اللي هم تعلموها من الكوادر والمدربين ولكن في بعضهم يعني فئه لا تعد يعني شيء بس... تعد بعدد بسيط انهم اللي يستخدمونها بشكل سلبي واحنا دائما نحرص انه ما يستخدم بشكل سلبي ولكن على مجرد الجانب الرياضي، اذا انتقلنا الى القوانين الخاصه اللي تحكم او القيود الخاصه في رياضه الكواندو اكيد طبعا القوانين في كل رياضه تيكواندو والرياضه الثانيه وضع القانون لحمايه اللاعب. نعم. يعني رياضه قتاليه بدون قانون صارت قتاليه بحتة. قتاليه ما, ما راح تحمي اللاعب والانصاف اللاعب يعني بشكل نعم. يعني أن تكون مباراه عادله فوضع قانون لكل لعبه نعم. فيتحدد القانون هذا وتصير تحديثات عليه كل سنه يطالعون شنو سلبيات القانون هذا ويدرسونها نعم. وتصير دورات طبعا دورات محليه بالكويت من مركز اعداد القاده. و وفي دورات دوليه حسب البرنامج الاتحاد الدولي دبليو تي اف نعم فيحددون الدوره والتعديل التحديث طبعا يحدثون القانون عليها وكذي فنشارك بالدورات هذه حلو طبعا نروح حكام طبعا عدد يعني ما شاء الله عندنا حكام بالكويت وحكمات يعني ويانا ما شاء الله اي يعني تصنيفهم عالمي ما شاء الله بالتحكيم فنحضر ونعطي محاضرات او ننقل المعلومات هذه التعديلات حق اخواننا بالكويت. ممتاز. اي ويتم تطبيقها في البطولات يعني الموسم الرياضي بالكويت. حلو، يمكن كابتن قاعد يتكلم عن التحكيم، آه يعني شنو يعني ناخذ فكره عن التحكيم وشنو الاشياء يعني بناء على شنو يتم هذا التحكيم في اللعبه؟ طبعا التحكيم هو له عده ضوابط يعني مثلا خلينا نقول عن تحديد الاوزان اللاعبين. والفئات العمريه حلو يعني اللاعبين فئه الاشبال مثلا اي الصغار اللي يلعبون مع بعض شلون مثلا طريقه قانونهم حتى القانون يعني ما يصير احكم انا حق اللاعب اللي عمره سبع سنوات مثل لاعب المنتخب الكبير داخل يعني يستخدم روح القانون مه. يعني شلون كلمة بالعكس انا ابي رغبة باللعبه هذه كوني كحكم كموجه وعلمه القانون اثناء التحكيم مه. ف مو نفس الكبار مم. هذا بالنسبه للفئات العمريه والاوزان لازم تكون نفس الوزن ما يصير لاعب اعلى من لاعب بل... ناحية الوزن ناحيه البدله الواقيات اللي يلبسها اللاعب مم. هذا هم مذكوره بالقانون انه شنو اللاعب يلبس الواقيات اللي تحميه باللعب مذكوره بالقانون طبعا القانون شرحه ما اقدر اشرحه كله بالحلقه هذه ولكن هو بشكل مختصر نقدر نقول تختلف القوانين الخاصه بالفئات العمريه من الكبار للصغار لا هو القانون واحد لكن كتطبيق تطبيق كتطبيق انا اتكلم عن الصغار وبطولات الصغار ما طبقنا القانون الدولي يعني مثلا بحذافيره خاصه البطولات المحليه هنا بالكويت اما مثلا يعني نادي تعال لا تسوي الشغله هذه بعدين اعطيه فاول بس لاعب منتخب انا قاعد اهلا راح يشارك بطولات دوليه لازم يكون لاعب واعي على وعي شنو القانون الدولي اللي راح يشوفه برا الكويت <applause> لما يشارك برا انه ما يعطي مثلا الحكم فاول ويقول ليش اعطاني ولا بالعكس انا علمه واطبق عليه القانون 100% يعني بالمليم. يشرح له القانون يتم تطبيقه على اساس واللاعبين يحضرون معنا دورات يعني بالعكس احنا حتى المدربين يعني وانا واحد هم من المدربين يدشون دورات مركز اعداد القاده ويكون على اطلاع تام بالقانون وشنو التحديثات اللي صارت عليه. حلو احنا دام تطرقنا لجانب الدورات اللي ممكن خاصه في التحكيم او القوانين الدوليه، خلينا نتكلم عن كيفيه اعطاء الليسن او يعني كمسمى مدرب او حكم دولي، فهل هي سنوات، هل هي على عدد دورات، اجتياز اختبار معين عشان ممكن يوصل لاسم حكم او مدرب؟ طبعا بدايتي انا اول ما اعتزلت اه اللعب اه اه في 2004 دشيت حكم محلي بالكويت دوره اعداد القاده اللي ف مشوره الكابتن الدولي والحكم الدوليه ايمان الكوت قالت ليش ما تصير حكم دولي في دورات برا وكذي فشجعتني رحت مصر القاهره دوره دوليه كانت جدا صعبه لان كلها بالانجليزي والامور هذه والحمد لله توفقنا فيها ونجحنا كلنا بالدوره الدوليه فيها اختبارات طبعا مو اختبار عادي اختبار نظر اختبارات يعني معلومات عن رياضه التايكوندو اختبار رياضه كان فيها يعني كانت جدا اختبارات صعبه يعني والحمد لله تجزناها بنجاح يعني من مستجد لدولي انا ما تدرجت بالتحكيم وحسينا الفائده أنه لما ردينا الكويت شاركنا بطولات خليج وانا من ضمن الحكام يعني خذيت الوصيف ببطوله الخليج الاول مكرر كذلك لما رحت بطوله كازاخستان في بطولات اسيا خذيت افضل حكم بالبطوله باسيا يعني زين سؤال يصير اللي يبي مثلا يروح يقدم على الدوره ما يكون لاعب من الاساس ولا لابد في لا شروط معينه قبل لا ما في شروط طبعا الدوره ان الدوره الدوليه لازم يكون حاصل على اثنين دم أحزام الاسود اثنين دم فيتم اختباره ويكون عمره فوق ال21 سنه هذا حسب قوانين الاتحاد الدولي حلو ففي ناس شاركوا على غير درايه كان واحد دان وعمره غير ما يدش الاختبار يمنع يحضر الدوره ويمكن ينجح بس يدزون شهادته لما يكمل العمر يعني حلو يعني طيب كابتن قاعد يعني نشوف يمكن بالفتره الاخيره اتجه الشباب او اغلب اللاعبين للتحكيم علما ان هي تاخذ يعني وقت اطول يعني ك مثلا دورات وغير عشان تاخذ هذا ليش الاغلبيه صاروا يصيرون حكام والله يعني الرياضه خلينا نقول يعني التايكوندو يعني لها عمر كلاعب لكن ما لها عمر كممارسه يعني ممكن امارس الرياضه كاداري كحكم لكن كلاعب خلينا نقول يعني عمر ال 26 27 مثل الجمباز يعني ما ما يصير اكبر من كذي فيشاركون في بعضهم لا ما شاء الله يعني في في يعني طاقه انه يكمل يعني لكن الانجازات خلينا نقول قلت مو لما مثل لما كان بالعمر ال 20 وال 18 وكذي فيحس انه الواحد نفسه إنه ما اقدر خلاص اتوجه حق يا تدريب أو تحكيم, تحكيم. أو إنه يكون إداري مثلًا بالرياضة. ممتاز. كابتن أمانة أنا بتطرق لنقطة يعني حتى لو ما كانت موجودة في الجانب التحكيمي ولكن اللي طاف يمكن إذا كنت تدري كانوا معنا شابات ما شاء الله عندهم إيه من بطولة آسيا وكان لهم إنجازات كثيرة البنات حتى تجهوا إلى جانب التحكيمي والتدريبي ليش شوية كانوا يعانون؟ من الاتحاد وانهم مو منضمين من قبل الاتحاد الخاص في رياضه التكواندو ومختلفه نوعا ما ورياضه الفتاه وعدد الري... عدد النوادي جدا قليله قليل يعني أن... اللي قالوا لي آه اربع نوادي تقريبا فقط لا غير يعني. طبعا لل... الجانب الفتاه بالرياضه هذه بالعكس انجازاتهم جدا مشرفه على المستوى المحلي ومستوى الخليج ومستوى اسيا ورشيد حتى بالمدربة الحكمة الدولية حنان ناصر اللي هي متبنيه ومحتويه البنات يعني قاعد تدربهم الأمانة قاعد اشوف أنا. كذلك الاخوات مثلا ايمان الكوت وهبه الصفر قاعد تدرب كليه الشرطه ما شاء الله عليها يعني وانجازاتها لكن خلينا نقول ان بالكويت الوعي الوعي حق الرياضه هذه ان البنات يبون مدربه والمدربات قليلين يعني بالكويت يعني مو الكم انه تبي تدرب عند مدرب او يعني الوعي الـ من رياضات الفتاه يبون لازم انها تكون مدربه او انا عشان الاخت... جانب الاختلاط حتى تاخذ راحتها ايه اذا كانت مدربه افضل نعم لكن بالعكس هم مجتهدين ويانا بالاتحاد في الحكمات يعني ما شاء الله بشاير صحاف من أفضل الحكام اللي شفتهم يعني من البنات و إيمان الكوت حنان ناصر هبة الصفر في كابتن سماح ذهمي يعني هم معانا جداً لأن أنا وقفت على التحكيم تقريباً صار سنة توجهت إلى التدريب فقمت ادرب يعني بالعكس الافضل انا اشوف انك تجي التدريب ان خبرتك وخلال انجازاتك ان انت تعطي هذه الانجازات من خلال خبراتك الكثيره في العهد السابق ان تعطيهم لهذا الجيل القادم آه احنا جدا سعداء بتواجدك كابتن وانا و... اسعد آه ان شاء الله دائما نشوفكم في انجازات متواصله ان شاء الله كلمه اخيره حاب تقولها في هذا اللقاء والله احب اشكر اداره قناه الراي على الاستضافه مره ثانيه وكذلك الاتحاد الكويتي التايكوندو الحين لأن كان الجودو التايكوندو انفصل الاتحاد وصار اتحاد التيكواندو اتحاد مستقل واحب ابارك حق مجلس اداره الجديد بتشكيله وعساهم على القوه وانجازاتهم بالخليج ما شاء الله البطايه طافت حصلنا على المركز الاول و الله يوفقهم ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله يا كابتن اكيد سعداء جدا بهذا اللقاء بس ابي اعلق عشان شيء بقلبي شيء ظل ان البنت وين ما تكون اذا حطت براسها ان هي تتميز راح صح. تتميز لو رياضه تخص رجل او ما تخص الرجل البنت مميزه دائما وتوصل للشيء اللي هي تبي كل الشكر لك اكيد كابتن عبد العزيز حكم رياضه تايكوندو عساك على القوه مكملين حلقتنا معاكم ونطرونا من بعد البريك رجعنا من بعد البريك ونكمل حلقتنا وأثناء البريك احمد مال الله كان قاعد يهددني بس بشنو راح اقول لكم بالفقره الاخيره ان شاء الله بس بعد ما نحاور ضيفنا اللي منورنا اليوم في حلقتنا لاعب مميز في رياضه ال... نطرة عشان اقول لكم اياها انا خلوة، خلوة ولا اول آه. مره اسمع فيها الجيو جيستو الجيو حياك الله معنا عبد الله صقعبي لاعب الجيجستو الجيجستو صح صح الجيوجستو. يلا قوليها انت طالبه <applause> اجتماعيه متفوقه وتشوفين تشوفين الامير ما تعرفين تقولين آه لحظه يلا قولي احب اقول لك شغله حياك الله معنا منورنا شاكر لك سؤال أول عندك تفضل كلمنا عن رياضه الجوجسو الجوجسو البرازيلي تعتبر نوع مصارعه اصلها ياباني انتقلت الى البرازيل وتم تطويرها من هناك رياضه تعتمد على الطرح والتثبيت وحركات الاخضاع رياضه عالميه جديده نسبيا بالكويت يعني ما صار لنا يمكن 13 14 سنه من يوم ما اول اول ما يبوها الكويت ومحدوده هي مو خليط من كذا رياضه آه ذيك الفنون القتاليه المختلطه او اي اساس تقريبا تقدر تقول ممارسه الجوس وغالبيه متجهون لها لحق اي لان تصير سهله يقدرون يضيفون فيها ملاكمه وكيك بوكس ويقدر يصير لاعب فنون قتالية مختلطه حلو عبد الله يشجعك انك تمارس هالنوع من الرياضه يعني خصوصا انه يعني رياضه خطره لا والله هي مو خطره يعني تصدقين كره القدم فيها اصابات اكثر من لعبتي بس انه شنو لان الناس حاطه ببالها فنون قتاليه فيقولون لا هي خطره لا اذا التزمت بتعليمات الكابتن واذا حافظتي على نفسك تمارين بصوره معتدله رياضه من ابدع ما يكون تخفيف وزن ثقه و... ممتاز انا ايد كلامك في نقطه بس الواقع اللي نشوفه بالتلفزيون مو رياضة يعتمد شنو نشوف يعني اللي نشوفه مثلا بالام ام اي ولا بال اللي يسمونه القفص سمون أيه الكيج الكيج, الكيج, الكيج أه نشوف دمان نشوف ناس تتعور يعني اصابات كثيره بغض النظر اصابه كره القدم اذا كانت بالركاب والاصابات يعني ممكن تكون على مستوى بسيط ما تكون لهذا المستوى انه يعني إن كسره خشم وغيره تصير أه طبعا كسره خشم اللي اعرفه انا يكسر خشمك بالنادي عشان <applause> عشان ما لا لا ما تصير يعني على حسب علمي ما ما في احد للحين يسويها يكسر خشمك هذا الحين قبل كان ممكن بس اما عن الاصابات ترى اذا كذي علمان ما سيارات اذا تصير على حوادث من الحوادث اصابات تصير باي رياضه يعني الأمم على حسب علمي فيها بس حالتين وفاه من اول ما سووا الرياضه ككل ملاكمه سنويا عشر ادم يموتون اذا مو اكثر يعني فكخطوره لا لا مو خطره يعني زين اذا يعني احنا دائما نسعى ان ما تكون فيها خطوره ونستخدمها كرياضه ولكن مرات جل من لا يسوي ولا يخطئ في لكمه او في حركه معينه ماخذ الحماس وهرمون الادرينالين يصعد عنده وقاعد فتوصل توصل لابعاد كثيره. اذا انتقلنا الى انجازاتك عبد الله من خلال مشاركتك في بطولات كثيره محليه وخارجيه، كلمنا عنها. الحمد لله عندي يعني انا شارك بصوره مستمره بالامارات في بطولات تصير، طبعا نفس ما تفضل الاستاذ محمد البناي يقول ان الامارات فيها حكومه الامارات قاعد تدعم قاعد تدعم اللعبه بشكل انت ما تصوره يعني موجوده بالمدارس وبطولات فانا واغلب اللي مارسين جوسو بالكويت كل ما تصير بطوله بالامارات تروح ولكن ما يمنع ان قاعد اروح بطولات اللي ينظمها الاتحاد العالمي للجوسو وانا الكويت الوحيد اللي خذيت ميداليه ذهبيه من البرازيل فالحمد لله يعني أنا قاعد نسعى ونتوفق الحمد لله وكله ترى مجهود شخصي يعني ترى المجلس الشخصي تعني انك انت حتى قاعد تروح بالمجهود مو عن طريق الاتحاد لا لا الاتحاد ما صار له السنه ومو مو اتحاد يعتبر لجنه واحب اوجه تحيه لهم يعني ان اخيرا صار عندنا لجنه وناس تدعم وهذا يعني قبل ترى كنا كان الشباب روح تاخذ ميداليات وما حد يدري عنها يعني <applause> بس أنا انت يعني شاركت يعني يعني عشان نرفع علم الكويت يعني وغير كذي هذه هو هوايه احنا نحبها يعني نعم عساكم على القوه اكيد هذا شباب الكويت يعني دائما يسعون ان هم يحققون شيء اللي يبونه حتى وان كان لا يوجد دعم لهم، شنو الاشياء اللي تعلمتها على الصعيد الشخصي من هذه الرياضه عبد الله؟ والله يا صبر لان الرياضه نفسها عشان تتقنينها هذه خاصه الجزء البرازيلي يبي لها يعني هي تطور سنويا فلازم تتابعين ويعني انه ما يحوش الملل بسرعه فانا ممكن اكثر شغله تعلمتها من الرياضه الصبر وان ما اتوقع شيء يصير بسرعه لازم انطر واجتهد واتعب على نفسي على اساس انه يكون عندك انتباه على اي حركه معينه ممكن تصير في اللعبه انا أه ودي ادش والله بالرياضه تعطيك تعطيك صبر <applause> صبر حتى في نفسك ثقه بيق... بنفسك وان انت تصبر على شيء قبل ما يصير لك وايد صار عندك شيء هادي بس اللي تقول هذا سكوته وراء مصيبه لا تقرب يمه اذا انتقلنا حق الصعوبات عبد الله يعني في رياضات مختلفه ممكن تكون تحتاج رياضات مثلا لياقه او غيره نعم. بس كرياضه مثل هذه تحتاج مهارات وان واحد يكون مثل ما قلت صبور وانه عنده سرعه البديهه فشنو اصعب شيء حسيته واجهك من خلال ممارستك حق هذه الرياضه؟ اصعب شيء انا واجهته كممارس رياضه ان ما عندي تفرق على اساس احط وقتي فيها بزياده، يعني اعطيك مثال بطوله الامارات وصادفت واحد من الشباب الاماراتيين العب وياه، تصور انه معطينا امر على اساس انه يتفرغ شهرين عشان يتمرن، وانا كنت ماخذ اجازه من دوامي يعني محسوبه علي على اساس اني اروح البطوله، انت متصور مدى الفرق اللي بيننا يعني، يعني هذا متى الحكي؟ لا الحكي هذا صار ثلاث في اربع سنوات والحين الحين يعني انه وللحين الموضوع انه لازم ما يعطون الموضوع, انتضرر. الموضوع الحمد لله مع اللجنه يعني اعطوهم تفرغ اسبوعين بس الحمد لله احسن من ولا شيء يعني. يعني, الحمد لله احنا احنا يعني مثل ما قلنا بالكويت يمكن في وايد مشاكل قاعد تصير في الاوقات الحاليه فممكن نحاول قدر الامكان نسلط الضوء على مثل هذه المشاكل على اساس تحل نعم تجد المشاكل أنا ما تقدر انت بكل شيء بتسويه في نفس الوقت على دخولنا رياضات مختلفه حتى الفتاه دشت بشكل كل شيء لا ناطرتك خلاص أي فضل <applause> ايش فيك يا رياضه الجيجستو انت قاعد انت عبد الله إيش بالبريك تهددني والحين <applause> تقول لي شو طا... خرعتين نظرة النظره في القتاليه <applause> هذه ما راح أطالعك عبد الله هل الصالات بالكويت مجهزه لهذا النوع من الرياضه ولا لا؟ لا يعني انا ما اقدر اقول لك ان الصالات مجهزه ولكن احنا كشباب كويتي احنا نجهز نصرف من جيبنا، يعني انا اعرف واحد من الشباب طلب ارضيات معينه بس لحق الجيوش وطالبها طلبيه، ف التجهيز الصالات احنا اللي نجهز يعني احنا مو ما ننطر على احد ولا رادين على احد انه يعني تعطف علينا هذا لا احنا حابين السالفه هذه وقاعد نصرف منها يعني ممتاز اه اذا تكلمنا في هذا الكم يعني قلنا انه قبل صار لها تقريبا 14 سنه ولكن بدينا اليوم بهالسنه نسوي لجنه ولكن خلينا نتكلم في الوضع الحالي اليوم نعم. أه شنو وضع الرياضه هذه بالكويت؟ يعني شوف رياضه الجنس احلى شيء فيها انها تبين لك معدن شباب الكويت يعني شوف احنا قله الدعم وقله الامكانيات وهذا ترى فريق الكويتي طبعا احنا كذا نادي بس الشباب اللي يمثلون الكويت بصوره عامه من اقوى الشباب اللي يعني على مستوى الوطن العربي وحتى اعرف واحد من الشباب يعني خذ مركز ببطوله اوروبيه بطوله البرتغال وبطوله روما يروح دش احنا احنا كرياضيين برياضه الجنس وننافس يعني ما نروح بس مشاركات نروح ندش ناخذ ذهب ناخذ ميداليات متقدمه يعني فالحمد لله الحين وضعنا كلاعبين زين ولكن كشهره تظل الرياضه الفرديه ما علي ما في اهتمام وايد يعني. صحيح. اي هذا السؤال اللي كنت قاعد افكر فيه انا يعني برغم ان احنا نتابع مثل اخبار رياضيه وغيره وشي بس نادرا ما نسمع يعني عن هالرياضه ونادرا ما نشوف مثلا استقبالات حافله ولا انه يدعون الجمهور انه تعالوا استقبلوا الابطال اللي موجودين ولا غيره، شو السبب تتوقع يا عبد والله يعني ان السبب اللي اعتقد انه لان الرياضه فرديه وما لها شعبيه نفس مثلا الكره كرة وكرة اليد مم. او الرياضات المشهوره ولكن يعني انا احب اوجه دعوه يعني ان وسائل الاعلام والقنوات المحترمه نفس الراي يعني يسلطون اكثر على يعني خاصه اذا قاعد نجيب انجازات يعني صح. يعني كخبر لو خبر بسيط يعني صح. احنا بس هم نتكلم في نقطه وانا دائما اقول مثل هذه الرياضات اللي انت قاعد تحس انها ما تكون فيها دعم انتم دوركم هذين هذه القنوات التلفزيونيه والاعلاميه والجرايد ايا كانت أنت تزون ان انتم تدزون ان قدمنا هذا الانجاز ولكن اذا صارت ان ما في رد فعل في مخاطبة مثل هذا الموضوع ما في تغطية أو ما في كتابة خبر هني نضع اللوم على مثل هذه الوسائل الإعلامية أنها ما حطت الأخبار اللي أنت دزيتوها أنها ترسل على الأقل كتب أنت قلت بنفسك عبد الله أنا توه تسوون لجنة صح؟ صح فعلى الأقل توه صار في جانب رسمي تو صاير يعني فعلا. فالكتب هذه ممكن تسهل عملية تسليط الضوء من جانب الإعلامي وإحنا نسعى في الجانب الإعلامي يكون مسلط عليه بشكل أكبر خلينا شوي نتكلم عن الرياضة بشكل يعني نتعمق فيه مثل هذه الرياضة تعتبر دفاع النفس كديفنس اكثر. في شق هو شوف الرياضة الجنس وفيها ثلاث اقسام، قسم قتال مفتوح اللي انت تشوفه الامامي اللي يصير بقفص، وقسم رياضي يصير كالمصارعه، شفت المصارعه الرومانيه اللي بالاولمبياد؟ تقريبا يشابه لها، وفي قسم دفاع عن النفس اللي دفاع ضد العصا، دفاع ضد اذا واحد طقك بسكينه والشيء الدارج هذا. اي فهذا الديفنس انت لما تكون في حاله دفاع ممكن تجيك ضربه مفاجاه. نعم. ففي وجود احتياطات الامن والسلامه، وجود مثل هذه المواضيع في مثل هذه الرياضه يعني ان تهيئك مثلا يعني فهمت يعني لا سمح الله صارت الضربة على لاعب فهل في اتخاذ اجراء امن السلامه يمكن مسعفين او غيره طبعا اكيد في كل بطوله لازم انت يعني اذا كان تنظيمك صح تجيب مسعفين على اساس اذا صارت اصابات او شيء كذي وفي اذا خذيت رخصه حكام او رخصة تدريب يعطونك اسعافات اوليه بسيطه على اذا صارت صحيح, صحيح. نعم. صحيح. احنا دائما نقول نتمنى حق الشباب الكويتي اكيد التوفيق في سواء رياضه او غيره ونتمنى اكيد الدعم للرياضات الفرديه يمكن ذكرنا اسامي في بدايه الحلقه انضم اسم عبد الله الصقعبي لاسامي هالابطال اللي فعلا محتاجين الدعم حتى وان كان يعني ما في دعم مثلا اعلامي ولا ما في دعم مادي حلو حتى الجماهير اللي تكون متواجده يعني حلو لما يكون مثلا بطوله عالميه لو يشوفون ستة سبعة كويتيين موجودين راح يستانسون أكيد كل شكر لك عبد الله الصقعبي لاعب رياضة الجي جست <applause> قلتيها صح <applause> أي قلتها الجي جستو. بس لما عدتيها غلط صدق أي والله رياضة الجي الله يوفقك إن شاء الله عبد الله ونشوفك في مراكز متواصلة من الثلاثة الأولى ما نبي نقول بس الأول على الأقل الذهب والفضة والبرونز والله يوفقك إن شاء الله في هذه الرياضة ونشوف الاتحاد يتطور بشكل أكبر كملنا معكم فقرتنا اليوم ونشوف شنو التهديد بعد البريك ردينا بعد الفاصل نتواصل معكم بالفقرات الرياضيه موضوع حلقتنا اليوم السبب في عدم تسليط الضوء للرياضه الفرديه اليوم راح نتكلم شويه نتناقش فيها انا ومشاعل في حلقتنا اليوم تفضلي يا شو تبي اقول تهديد ولا نشوف تقرير بعدين كيف شو تبي تقولين قولي نقولي. انا هذا الهوا هواك اوكي لا خلينا نشوف من... عشان ناخذ وقتنا عشان نسوف على راحتنا بعدين ايه؟ خلينا نشوف التقرير اكاديميه النادي الاهلي بنادي كاظمه ونرجع لكم مره ثانيه احنا اول اكاديميه نفتحها في في دوله الكويت فالحمد لله لقينا ترحيب كبير جدا بال بال ب... ب... طبعا بالدوله نفسها والشباب والرياضه و... ومن المنطلق ده الحمد لله يمكن اه احنا بدانا بدايه كويسه بالنسبه لنا احنا بقى لنا شهر ابتدت الاعداد تزيد بالنسبه لنا بقى عندنا اكتر من 130 ولد اه الحاجات الثانيه بالنسبه لنا احنا ك... كقطاع ناشئين او قطاع كوره في النادي الاهلي بنبحث عن ال... على المواهب وعندنا الحمد لله منظومه متكامله واحنا اهدافنا في, في الاكاديميه ان احنا نفرز لعيبه مميزه لقطاع الناشئين والمنتخب مصر يمكن عندنا في القاهره في نسبه كبيره جدا من الولاد اللي عندنا في قطاع الناشئين الحمد لله اولاد الاكاديميه وانا بصفه خاصه انا اول ما بدات في في النادي الاهلي بدات مدرب في الاكاديميه وقعدت سنه وبعد كده اشتغلت ثمان سنين كمدرب في قطاع الناشئين احلى حاجه ما في الاكاديميه ان هي كل بتعلم الاطفال ومن داخله في الكويت وان شاء الله تستمر في العرب كلها ان شاء الله تبقى حلوه بدينا في الاكاديميه في 11 11 البدايه فيها ما شاء الله من الشهر الاولاني من الشهر الاولاني ابتدى نسبه الاقبال تبقى عاليه جدا احنا عندنا مختلف الاعمار عندنا من بدايه من 2005 ل 2006 دي مجموعه عمريه معينه من 2006 2007 مجموعه عمريه كل سنتين مجموعه عمريه مثلا 2008 2009 مجموعه عمريه كل مجموعه عمريه من دول بتكون مع مدرب المدرب ده عنده برنامج تاهيلي وبرنامج تدريبي مميز لكل فئه عمريه بحيث زمان احنا كنا بنلعب الكره بشكل تلقائي وطريقه تلقائيه على ايامنا اما دلوقتي لا في برامج تدريبيه كيفيه لمس الكره كيفيه التحرك البرنامج التدريبي ده معد من النادي الاهلي في مصر الاكاديميه هنا في الكويت تابعه متابعه مباشره لاكاديميه النادي الاهلي في القاهره حتى في ميزه بالنسبه للطالب اللي هيشترك نظام سنوي عندنا ممكن ينزل لاقرب اكاديميه في السكن بتاعه في مصر يلتحق بيها بنفس الاشتراك الموجود معانا هنا ده من ناحيه من ناحيه تانية الاشبال الموجودين بيبقوا مواليد الكويت ليهم ميزه عن مواليد مصر مواليد الكويت بيكونوا يمكن التحقهم بالدوري الكويتي او بالدوري المصري أما مواليد مصر فهم يمكن التحاقهم بالدوري المصري مصطفى محمد فكري وبحب أكاديمية الأهلي عشان هي في الكويت وأنا نفسي أكبر وأطلع في أكاديمية الأهلي الأكاديمية ما شاء يعني عجبتني ويعني اللي عجبني فيه تدريبات. الله يوفق نادي براعم كاظمه براعم نادي كاظمه قصدي والله يوفقهم ان شاء الله في هذه الرياضات المختلفه و اكاديميه النادي الاهلي نادي الاهلي ولا الاهلي المصريه الاهلي نادي الاهلي المصري اي نادي الاهلي المصري الله يوفقكم جميعا في هذه الرياضه ونشوفهم في اعلى المراتب والانجازات قعدتك بتسمعين ولا شنو بتقولين لي خلصيني يلا او شو بقول لك شغله هذه في الطبيعيه دائما لا بلا لا هذه انت تعرف قعدتي برا اي شلون ما اقدر, <تضرب> ما أقدر <القعدة تضرب> شو ما اقدر قاعد اسوي لك ثاني قاعده شيء إيه؟ ما يصير اذا خلينا نقول شغلة آه, التهديد اللي كان يقوله احمد الحين عبد الكل ناطر شنو هدد انا قلت له احمد انا ما ابي اطلع معك انت وعبد الله شو يقول لي ليش قلت له تخيلين احمد وعبد الله مال الله مشاعر ما تقول عنهم هالكلام لا ليش قلت الله يرضى يعني يا اختي وعزيز عزيزه غالي على قلبي ودائما اقول فيها كلمه الخير عشان احنا نتغشمر ونضحك يقول انا اضحك على الهواء واي واي <applause> حرفت الكلام ما يصير انا قلت ان هم دائما يضحكوني ولما يضحكوني هم يسكتون ما يبين عليهم وانا اتم اضحك طول الحلقه فكنت قاعده اقول شي قاعده اضحك اوكي نرجع لموضوع حلقتنا اليوم انتم بالنهايه رأي رايكم في هذه القضيه شو ما تشوفون ست... ما تشوفون انتم في الله العالم يعني بس بالنهايه مشاعر اختي صديقتي لا انا آه تدري ايش كثر احبكم انتم اخواني يعني آه بس انا قاعد اقول لكم انتم ضحكوني آه 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 نرد حق موضوع الحلقه؟ نرد موضوع الحلقه نتكلم <applause> عن الرياضه الفرديه انا اشوف مشاعل يمكن قبل شوي قلت انه احنا الرياضه الفرديه يمكن بس ينربع اهل الشخص اللي قاعد ي... يلعب احمد بسك سؤال انت مارست فيهم الايام من نوع من انواع الرياضه الفرديه؟ هي مو فرديه لان انا لعبت بولينج انا دشيت في منتخب كنت قبل انا كنت لاعب منتخب الكويت في 2000 خلاص حسب ما عمري بالالفينيه اوكي بعد أو رياضه ثانيه شنو لعبت؟ لعبت تنس <applause> لعبت في شنو سبب عدم استمرارك في هذه الرياضات بكل ما شويه لان انت لما تتدرجين في مثال حتى كره سله لعبت على طول ميكر الميكر لاعب الميكر يعرفونه هم شنو يكون سنتر ويوزع اللعبات ولاعب ثري بوينت راحت الايام بس شيء مو عادي تبين العب سله الحين نشوف لا والله لو في سله هني كان انا فهمت قصدك عشان كذا قدر المهم بس انا انا ابوي <applause> كل ما يصير في رياضه اتعمق فيها انا في معسكرات ما كان يخليني عشان دراسه اي شيء في معسكر أحسن. مشكلة. حتى كنت قبل ايام النادي كنت ابكي بكي يعني كانت امي اذا تبي تعاقبني ما تخليني اروح النادي، يا الله كان اسوء شعور يعني اسوء شعور بالدنيا لما تقول لي امي ما في تروحين النادي اليوم التمرين. انا اقول لك صدمه انصدم فيها بالكويت. شنو؟ كم قهوه او مكان خاص في لعبه البريالدو، وكم لاعب عندنا بالكويت ماشي مع الكيو او الستيك يسمونها، قاعد يدشون بينهم وبين ربع يبارون بعض أه بالبريالدو وللاسف ما اشوف انجازات على مستوى عالمي، يعني على اللعب والله انا عندي ربع انصدم عن يعني تعرفين لعبه شنو لما كلين كلين يعني من اول طقه خلاص يكون كل الكور. مم. السنوكر يمكن وايد هم يهتمون فيها اكثر برا من بريالدو. السنوكر هي الكور الحمر. ما اعرف شو طاولة بريالدو؟ ايه مو في كور حمر في لعبه لو تشوفينها يمكن هدوء في كره سوداء وبيضاء وحمر وانا ايش حقي اتعب بالاونلاين بس ان استغرب في رياضات بالكويت ما لها اتحاد او ما لها مكان يضمهم غير الاماكن العامه هو هوات بس هم بروفيشنال بس اسف يعني. يعني ان شاء الله يعني ان بس انجاز شخصي ماجد يقول لي تو يحققون برا بس هو انجاز شخصي بس احنا نبي نبي يكون بشكل رسمي على مستوى الكويت يعني ان شاء الله يعني احنا نتمنى دائما يكون في دعم للرياضات الفرديه يعني سواء من الجمهور او من يعني المسؤولين يعني حرام لاعبين نفس هذيلا يعني ممكن بلحظه من اللحظات يفكر ان انا خلاص ما بيلعب ليش قاعد العب انا؟ ليش قاعد اكمل اذا ما حد قاعد يهتم فيني؟ ففي بعضهم ترى وايد على دراستهم على دواماتهم وغيرها فان شاء الله يا رب يعني تقدر هذه الانجازات اللي قاعد يسوونها شباب الكويت وحتى بنات الكويت اللي مثل ما احنا قاعدين نقول انضموا مؤخرا الى رياضات خطيره مثل يعني مو خطيرة هنقول إن صح التعبير لأن رياضات شوي فيها عنف مثل الملاكمة وغيرها من هالرياضات صحيح أنا بستغل هذه النقطة وأوجه شكر كوات اللي لهم دور كبير في رياضة البولينج تحديدا أن فعلا هم أسسوا الجيل اللي قاعد نشوفه من إنجازات كثيرة ولهم بطولات كابتن أياد واياد العميري واخوه نسيت بس ما حضرني اسمه وعلي ابو وشطي وكل لاعبين الكوابت اللي ما شاء الله هم اسسوا في انجازات كثيره ويشاركون بطولات على مستوى عالمي والشباب اللي صار اصيل الرومي ما شاء الله هذا ولد يعني في مقتبل الأمر له انجازات كبيره الله يوفق كل الرياضات المختلفه في الكويت ونشوف انجازاتهم ترتقي الى اعلى المراتب. ان شاء الله يا رب يا احمد سعد جدا بحلقه اليوم احمد اسمع بدا ترى صدق مو صدق احنا قاعد غشمره احنا قاعد غشمره دائما فانزاتك راح يودوني بمصيبه لا لا فانزاتي كلهم يحبونك واللي ما يحبونك ما احب عيال مال الله كلهم احب كل زملائي خلصت حلقتنا اليوم وصلنا لختام حلقتنا اليوم شكراً في حلقه قادمه باكر راح اكون معكم على نفس من الخمس لست